العشرة هي المصاحبة والمخالطة، والعشير هو الصاحب الذي يختلط مع غيره من بني البشر هكذا. والعشرة من الأمور الضرورية في حياة الناس، فقد خلق الإنسان مفطورا على حب الاجتماع والمخالطة، فبذلك يرفع وحشته ويقضي حوائجه، فالناس بعضهم للبعض الآخر. وليس من الصحيح أن يقول الإنسان أنني خلقت لوحدي في هذه الدنيا وسأبقى لوحدي أبدا. الفطرة اللي خلق عليها الإنسان بأن يعاشر الإنسان عشرة طيبة. وأرجوك ترى العشرة مو بطولها، البعض يتصور أن طول العشرة هو المقياس، هو الميزان اللي ممكن أن يحدد عليه المصير. أبدا، العشرة الطويلة ترى ما تصنع الصداقات ولا تصنع الألفة والمحبة في بعض الأحيان، وإلا إحنا نشوف منذ آلاف السنين والأخشاب ترافق المناشير، والمناجل ترافق السنابل. لم يكن المنشار يوم من الأيام صديقا للأخشاب، ولم يكن المنجل يوم من الأيام رفيقا للسنابل. شوف هذا المنشار جدي عاشرة للخشب، لكن سرعان ما أن تتوفر له الفرصة يقوم بتقطيع ذلك الخشب. كذلك المنجل سرعان ما تتوفر له الفرصة يقوم بحصد السنابل. هكذا بعض الذين نعاشرهم في الدنيا، أكو نوع من الناس هكذا، هم عبارة عن مناجل ومناشير، ولكن السنابل بقيت تعطي القمح، والأخشاب بقيت تصنع منها ما ينفع البشرية وينفع الإنسان هكذا. ولذلك تشوف أنه إذا أجبرت على عشرة إنسان في يوم من الأيام ما يقدر قيمة العشرة. ابقى أنت السنبلة واصنع الخير، لا لأنهم أهله أبدا، بل لأنك أنت أهل الخير هكذا. ولذلك الناس لا ينشغلون بهذا المعنى، كلما انشغل الناس بالتحسر على ماضيهم فكن أكثر منهم انشغالا بالتفاؤل بالمستقبل والحياة الطيبة الكريمة. فالإنسان الطيب هو ذلك الإنسان الذي يصنع العشرة الطيبة في الحياة.